الآن إلى الفقرة التي تحتوي على مشاركتكم، وهي شارك معنا لنحل بعض التدريبات من أجل تثبيت المعلومة. طبعا سيكون اختيار الطالب من خلال رفع اليد. في المثال الأول، في السؤال الأول، دل على التمييز والمميز ثم اذكر نوع كل منهما فيما يأتي. اشتريت مدين قمحا وصاعا عدسا. نعم يا نجلاء. نعم. المميز مدين، التمييز قمحا، نوعه مفرد. أحسنتي. ونوع المميز هنا مدين، دلت على الكي والوزن. في نفس الجملة أيضا، يا سلام. نعم. وصاعا عدسا، مثل المميز صاعا، وهو أيضا دل على الكيل، أما التمييز فهو عدسا. أحسنتي. إذا المميز هما كلماتي مدين وصاع، دلتا على الكيل. أما التمييز فقد وضعنا تحته خط، وهما كلمتي قمحا وعدسا. تنتج مرتفعات الجولان أطنانا تفاحا. نعم يا أحمد. المميز أطنانا، التمييز تفاحا. المميز أطنانا، التمييز تفاحا. أحسنت يا أحمد. إذن التمييز هو كلمة تفاحا، المميز كلمة أطنانا، نوعه تمييز مفرد، ونوع المميز دل على وزن، كلمة طن تدل على وزن. في المثال الثالث، أنا أكثر منك تجربة. يا يمنى. نعم. أنا أكثر منك تجربة، أين التمييز هنا وما نوعه؟ التمييز تجربة، المميز منك، نوعه اسم مفرد. التمييز جملة. تمييز جملة هنا، أنا أكثر منك تجربة. التمييز هو كلمة تجربة ونوعه تمييز جملة. طبعا المميز هنا في قولنا هي جملة أنا أكثر منك، تمييز جملة، نوعه تمييز جملة. مثل هو محول عن مبتدأ. نعم، محول عن مبتدأ، أي تجربتي أكثر من تجربتك. الآن في السؤال الثاني، حول موضع تحته خط إلى تمييز وغير ما يلزم لذلك. الكلمة التي وضع تحتها خط في الجملة نريد أن نحولها لتمييز. طاب هواء دمشق. طبعا الكلمة التي تحتها خط هنا هي كلمة هواء. إعرابها في هذه الجملة، طاب هواء، ما إعراب هواء؟ فاعل مرفوع. لو أردنا أن نحولها إلى تمييز ماذا نقول؟ طاب دمشق هواء. إذن نقول طابت دمشق هواء، طابت دمشق هواء. هنا التمييز عن محول عن ماذا؟ عن فاعل. أنسي عن فاعل. التمييز محول عن فاعل. درسنا شجر الأرض، كلمة شجرة نريد أن نحولها إلى تمييز، ما إعرابها في الجملة الأصلية؟ مفعول به. في لو حولناه لتمييز ماذا نقول يا حمود؟ غرسنا الأرض شجرة. أحسن. معنى التمييز هنا عن محول عن ماذا؟ مفعول به. حول عن مفعول به. إذا محول عن مفعول به. في المثال الأخير، عطاء الأرض أعظم من أي عطاء؟ محول عن مبتدأ.
الكلمة التي نريد أن نجعلها تمييز هي كلمة عطاء، ماذا نقول؟ الأرض أعظم عطاء من أي عطاء. أحسنت، إذن الأرض أعظم عطاء من أي عطاء؟ هنا الأرض أعظم عطاء، بس ما في عنا خطأ في الكتابة. الأرض أعظم عطاء، أليس كذلك؟ الأرض أعظم عطاء أي عطاء؟ نعم، الأرض أعظم عطاء من أي عطاء؟ من أي عطاء؟